مرحبا. أهلين. مرحبا. شكرا انك اجيتي على الحفله يا مدام كنا. الممولين رح يجوا باي لحظه. استاذ ما في داعي انه تشكرني، انا كل اللي عم اعمله اني عم ساعد زوجي وهذا واجبي وبس. شرفتي، بالاذن هلا. رجاء تفضل. ليك انت اجيت معي على بيتي وانا اجيت معك على الحفله، انت عملت مشكله قدام عيلتي وهلأ صار دوري أنا. أهلا. أهلا. أهلا وسهلا. كيفكم؟ شكرا. تفضل. أهلا وسهلا. لو سمحتي لا تعملي قصة قدامهم هلأ، لو سمحتي. قصدك مثل القصة اللي عملتها قدام عائلتي؟ صح؟ تمام، انت كان لازم تفكر بهالشي قبل ما تجيبني لهون، حتى انا ما بعرف شو بدي ساوي. مرحبا. أهلا بكما. مرحبا. أهلا وسهلا. سعيدة برؤيتكما معا، أنتما ثنائي جميل. شكرا لك. شكرا. ماذا حصل شوريا؟ ألا يوجد عصير؟ بالطبع. ها وأخيرا أحضروه. أمر جيد. شكرا لك. يسلم وضيف الباقي. شكرا. شكرا. تفضلوا جميعا. عيد حب سعيد. نتمنى للجميع السعادة. أجل أجل حبيبي، اليوم هو عيد الحب وطبعا أنا حبيبتك، لهيك بعتقد أنه لازم شارككم شوي. تفضل. تفضلوا. عيد حب سعيد. عيد حب سعيد وحبين سعيد. رح نتسلى كتير. انت بتعرف انه انا كتير بحب اني احتفل بهيك مناسبات. يلا نرقص. بس خلص، حاج تمثيل، فهمتي؟ اهدى حبيبي، خليني اطمن على ضيوفك. مرحبا. اهلا. سعيدة برؤيتكما. لو سمحت. تعرف شغلي؟ الشبه بين هاي الحياة وإشارة المرور، اللون الأحمر اللي بيمثل الخطر
وقف السخيفين بيوقفوا عند الإشارة الحمراء بس طبعا بالحياة ما بيوقفوا. العالم بيوقعوا بالحب وبيدمروا حياتهم ببساطة. استاذ اليوم عيد الحب. شو اللي قلته هلا؟ اليوم عيد الحب. اليوم عيد الحب. النسوان شو بدهم بهذا اليوم؟ بس بدهم يطلعوا مشوار، يصرفوا مصاري، يطلعوا يتعشوا يتسلوا، هيك بدهم بس. أما رجال هنن اللي بيتحملوا هالشي. شو هالحب هاد؟ بهذا اليوم الشجر بينقطع ليعملوا كل هالبطاقات، والورد انقطف. طيب ليش؟ كله منشان تضحك على مرتك أو رفيقتك، منشان تعطيك اللي بدك إياه وبلا أي مشاكل. أكيد فهمت علي. الحب موجود بس بالكتب، الحب بس بالروايات. مع أن المناسبة أصبحت روتينية، الحب بالحياة الواقعية بها أمر جيد، صحيح؟ وهلأ روح إلا تهدي شوي، أنا ما بدي إياها تضايق ضيوفي. كمان شوي مدام، بس السيد كنا خايف عليك كتير. ما تاكل هم، هو بس غيران. بكل الأحوال أنت ما في لزوم تقلق أبدا، اللي عم اشربه عصير. بس لا تخبر شوريا، هو ما رح يحتفل بعيد الحب، خليه يقضي الليلة وهو قلقان. استاذ، هي عم تقول إنه أنت أبدا ما فيك تمنع، وأنا يا موهيت، تعرف إنه كل البنات اللي بصفي شافت حبيب، قصدي عندها حبيب، وعم يحتفلوا اليوم بعيد الحب، وأحلى بنت بالصف كله قاعدة هون ولحالي بس قاعدة صافنة بتليفوني. أنتي بتعرفي إنه هاليوم لتضيع الوقت؟ رح أحكي لك قصة حلوة. مرة رحت مع رفيقي لأحتفل بعيد الحب، بس ما كان في معنا بنات، وفكرونا بالمطعم جايين نعمل مشاكل. كان شي كتير بخجل، وصدقا من وقت هديك الحادثة قررت إنه ما أحتفل بعيد الحب مرة تانية. هي سونالي اللي عم تتصل، أكيد هي عم تتصل لتخليني غار ولا تقلي إن اليوم راحت على عشرة ومنسي. أنا أبداً مو رايقة لحتى أحكي مع حدا، روحي. كتير منيح، اعملي اللي بدك يا، بس لا تزعجيني. يلا أمي طلعي من غرفتي، واسمعي طفي الأضوية قبل ما تروحي. رح طفي الأضوية وروح. هي البنت أكيد في بعقلها شي، بتكون طبيعية وفجأة بتصير بتتصرف تصرفات غريبة كتير. اطلع على المدام، لأنه انعطوها شوية أهمية، نيتها أنه تغيرني دغري تراجعت، بس بدها تتواصل معه. حبيبي، ممكن حدا ينظف واحدة من الطاولات؟ لشو؟ لا تضربي راسك فيها؟ لا ابدا، بدي ارقص. انا رح ارقص رقص لبكره الصبح، والفيديو بينتشر بسرعه. ليش؟ شو صاير؟ نسيت انك عملت قصه ببيتي؟ هلا صار دوري انت.